بسم الله الرحمن الرحيم اخواني السلام عليكم. عندنا البوبيناج هذايا، البوبيناج هذايا سيدي نتاع ليبرتي نتاع الزيب كاتون، يخرج خيط برك يوصل الكورون نتاعو حتى ل 110 فولت، معناتها 110 فولت. ضو قوي برشا. عندنا ريجيلاتورات هذوما في ساعة يتحركوا. عندنا ريجيلاتور هذيا مازلنا كي شريناها جديدة. وين يا هاي؟ هذيا شريناها جديدة بواش و50، ركبناها من هنا تحرق لمبول على خاطر الماركة مش هي بيت لزينا باش نعملوا. معناتها الفكرة هذه اللي هي ريجيلاتير نتاع الشنو، ريجيلاتير يركبوا في البوكستير، يركبوا في الزيموتا، يركبوا في الفرصة ديامون، لقيناهم معناتها تقريبا هذوما باهيين ناجحين وعملناها الفكرة هذه. شنو نعملوا في الحالة هذه؟ هذه عندها في البوبيناج خيط برك يخرج خيط ضو خوي، والماس نتاعها في وسط الكركاس. وعليكم السلام. الماس هذايا باش نحيوه، الماس هذايا اللي هو في الكركاس نحيناه، هاوكا السدير نتاعو نحيناه. اش ولينا تو الخيط هذاك اللي خارج لبرا ما عادش يخرج لنا ضو، الكورة ما عادش يخرج لنا، نوليو ناخذوا هذايا نبرنشيو معاه خيط شد هكا دور من هنا دي. باش نسوديو مع خيط هذا هنا، نخرجوه بعد نسوديوه ونخرجوه برا. باش يوليو عندنا زوز خيوط معناتها اللي هو خارج هنا ديجا من هنايك خارج، اللي هو نلقاوه جري، نلقاوه اصفر، نلقاوه جري في شلطة. هاكا الزملاء فما الصنايعية هما اللي يعرفوا. قلنا خيط باش نبرنشيو هنا مع هذايا باش يوليو. ما عادش عندهم ماس كيما السكوترات الكبار، تولي هذه الريجيلاتير كونترولي. نعملو خيط لهنا. وخيط آخر باش نبرنشيوه مع الأصفر، مع الأصفر هذايا. الآخر كابتن اش عنا فيه؟ فهمنا ولا لا؟ ولاونا زوج خيوط هذايا، معناتها قاعد نفسر لكم بعد تو الفوق نبرنشيو. هذايا الاخضر ماس نحطوه في الماس، والاحمر هذا سورتي يمشي للبطن، تفهمنا ولا لا؟ وهذايا نحطوه كونترولي، هذايا نحطوه مع الابيض فوق. باه نجيو لهنا، تبعنا لهنا طبعا. هاوش نلقاو الخيط، نلقاوهم لهنا. هذا اللكحه اللي خرجناه جبناه من البوبيناج، من الطرف نتاع البوبيناج الاخر من السبير، تفهمنا؟ وبرنشيناه مع كسوديره، نقلعناه من الكركاس نتاعو. شو ولاو عندنا زوج خيوط هاوك من هنا، الازرق ولكحه هذايا جايبين الضوء. هاوك برنشيناهم، نتفرج كيفاش برنشينا هذا لهنا ولا لا؟ برانشينا لك حل هذايا مع الاصفر ولا لا؟ هذايا مخرجينه من الواحد، نحينا له الماس. هذايا الاحمر برانشيناه مع الابيض، نبرانشيوه مع الابيض، هو ولك حل ما يسالش كونترول. هذايا الاخضر ماس نبرانشيوه مع لك حل، هاوك يولي عندنا ضو منظم وتشارجي البطري، امورها منظمه. باهي يقعد لنا الضو ما يشعلناش، يولي الضو اللي باش يشعل اللي مونتي من البطري، ما عادش يولي يخرج لنا من الكورون الترناتيف، يولي كونتيني. هاكا الاصفر هذايا نكملو نوحلوه مع الابيض، تولي تشعل لنا من البطري ديريكت، الضو يشعل لنا من البطري ديريكت. هكاك يولي عندنا نظام، عندنا كورون منظم وما عادش يتحرق لنا لامبور، وهذه العمليه ناجحه والسلام.